بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عِلِّيِّينَ وما أدراك ما عِلِّيُّونَ كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.